السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادي بناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل عجة الأرنبيت. عندي هنا هو أرنبيتة صغيرة خالص. طبعا انا كنت عندي بقالها كم يوم كده، فطبعا نظفتها وغسلتها وخليتها زي الفل وقطعتها بالشكل ده. انا حاطة هنا مية سخنة وعليها معلقة ملح. انا هنقع فيها بس الارنبيت، مش هسلقه، يدوبك كده ايه ياخد سوى بسيط خالص لمدة 10 دقايق. خلاص كده هنقعه لمدة 10 دقايق، وبعدين هصفيه بالمصفى دي، هحطه في المصفى دي يتصفى لمدة 10 دقايق لحد ما ينزل ميته خالص، وهنرجع لكم ان شاء الله هنعمل احلى عجة ان شاء الله، تنفع في غدا تنفع عشاء ان شاء الله. يا جماعة عدت ال10 دقايق والقرنبيط اتصفى خالص. طبعا انا هنعمل ايه بقى؟ هناخد القرنبيطة دي كده اهو، انا هبشرها، هنبشرها بالمبشرة دي. بس العين بتاعه ده ملوش اي لازمه، هنبشر كل الكميه بالشكل ده اهوت ونرجع لكم. ودلوقتي بقى حبايبي انا بشرت الكرنبيت، انا عايزاه كده اهو، يعني هو مش مستوي قوي علشان لما يتبشر يبقى بالشكل ده. خلاص هنجيب بوله تانيه، بوله تانيه كده كويسه، هنحط فيها 3 بيضات ما شاء الله، هنحط عليها معلقة خل، هنحط عليهم البهارات. انا عندي هنا توم باودر، وعندي ملح، وعندي فلفل اسود، كل ده نص معلقة، وعندي كزبرة خضراء، كزبرة ناشفة، وعندي كمون، وعندي بيكنج باودر. ودلوقتي هنحط كمان، نضربهم الاول بس كده، نضربهم كويس جدا. بعد ما اتضرب البيض كويس هنحط عليه بصلية متوسطة. هي المفروض تبقى البصلة دي تبقى بصل الاخضر، بيدي طعم احلى وشكل احسن. انا عندي هنا هو كزبرة خضراء، نحط عليها هنا. عندي برضو نص معلقة بهار مشكل، نص معلقة. خلاص هيتضرب الخليط كويس جدا. هنحط عليه 3 معالق دقيق، 3 معالق دقيق، لو احتاج اكتر هنحط كده. ما شاء الله الخليط هيتضرب حلو قوي قوي. طعمه حلو جدا كده. بقى هنحط عليه الارنبيط. ده طعمه يا جماعة والله حلو جدا برضو، يعني ما شاء الله. حلو كده هنسيبه بقى لمدة 10 دقايق، هيروح منزل ميته، وبعدين نروح لماهم تاني
نعجنهم حلو جدا وبعد كده نقليهم. الاول هنعلي النار وبعد كده هنخليها نار متوسطه عشان يستوي من بره ومن جوه، وهتاكلوا احلى عجه كرنبيط ما شاء الله. بعد 10 دقايق لما ترتاح هنرجع لكم ان شاء الله. دلوقتي يا جماعه هو طلع ميته كده ما شاء الله، انا هندمجه في بعض تاني، هندمجه في بعض تاني وهنقليه بقى ان شاء الله. انا حاطه زيت على النار انا معليه النار عليها يا جماعه علشان خاطر ايه يستوي، يعني لما نحط الكميه اللي انا احطها اروح مطيه عليه لحد ما يستوي من بره ومن جوه ان شاء الله. وفي اللحظه دي بقى ما تنسوناش من الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والشير، بارك الله فيكم وشكرا على اللي دخلوا عندنا جديد. عيلتنا بتكبر يا جماعة وألف شكر. كده هنحط هنسيبها كده لحد بقى ايه ما تستوي، مش هنقلب لما احس ان هي استوت من اطرافها وروح مقلبها كده بالراحة ان شاء الله. تاكلوا احلى عجة كرنبيط. نحاول كده نشوف مرة كده من الجنب كده ما شاء الله. ريحتها يا جماعة تجنن والله ما شاء الله. اتمنى ان انتوا تجربوها وتدعولنا بقى يا جماعة ان شاء الله، بارك الله فيكم. ودي يا جماعة الكمية اللي طلعت ما شاء الله، كمية جميلة بلا بأس بيها، طعمها رائع رائع رائع. اتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله، وما تنسوناش من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.